في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تطوير مسيرة التعليم بالسلطنة بما يتوافق مع معطيات العصر، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية للاتصالات عمانتل، وذلك لتوفير 3500 جهاز آلي لوحي من نوع ميديا باد ل100 مدرسة في السلطنة، حيث يتم تفعيل هذه الأجهزة في المناهج الدراسية والمناشط الإثرائية والأنشطة التفاعلية داخل الفصول التي تمكن الطالب من استلام المعلومة بأقصر وقت وجهد أقل.